بدي احكي عن الشيب والدايمنشن نم باي اري. احنا اذا عملنا مثلا الان بي دائما نعرفها هي نم باي، فاذا قلنا له ام تي وهلا بدي احدد الدايمنشن، فرضا هو 1 2 مثلا، خلينا نكبر شوي 2 4 اوكي، فحيعمل 3 4 حيعمل هيدا مألف من 2 دايمنشن، هيدا مثلا رو وهيدا كولوم، وحيعملوا 3 رو وحيعملوا 4 كولوم. لهيتا تنشوف شو حيعطي. اوكي، المهم بالموضوع انه هو بيعطي راندوم نمبرز، فهيدا شيء غريب شوي مع استخدامنا لفانكشن امتي. شوف هالكلام واضح هون، في حدا عامل ريسيرش عن الموضوع، عم بيقول انه return a new array of given shape and type without initializing entries. حتى كلمة without initializing entries قصده انه اليوزر ما بيعمل initialization، بس انه هي مبلا initialized، يعني هو بياخدهم unpredictable وبياخدهم من الميموري شو ما كانت قيمتهم، يعني تقريبا راندوم فاليز، انه يعني شو بعرف ما بنعرفهم شو هن. فهذه هي القصة. هلا يجي واحد يقول طب انا بدي اعمل نمباي اري يكون عن جد كليا فاضي، ما بعرف كيف بيعملوها. هلا ما بعرف، هات نجرب نقول له مثلا ام بي دوت ريموف، إذا كانت ريموف هي ال باي ريموف ان اليمنت ان بي دوت ديليت. اوكي، هات نشوف السنتاكس. فهيك تحدد الاري، هون الاوبجكت تحدد الاندكس، والاكسس اذا حطيته 0 يعني انت عم تمحي رو، فهيك نحطه ان بي دوت اري ان بي دوت ديليت. تعال نسميها هيدي الاري تاعتنا فوق اللي هي ام تي، تعال نسميها حرف اي مثلا دوت ديليت اي، وزيرو الاندكس 0 والاكسس ايكوالز تو 0 على اساس نمحي رو. فحنمحي هلا اول تعال نقله بالقبل برنت اي، ومرة تانية بعدين نقله برنت اي. هيدي كانت اول مرة على اساس من بعد ما محاها سو ما محا شي، معناتها هيدي غلط، معرف شو بدوها. فاذا هيدا الاوبجكت هي منا اندكس، انا بركي بدو اياها ليست، تعال نحطها هيدي بليست كمان. لا اندكس بوزيشن change the copy of the validating elements at index positions by object. فنحن عم نمحي 0 1 2 6 شلنا اوكي، و return in 1D numpy array in 2D هيدي بدنا اياها. and removing columns at index 1. طبعا انا بدي اشيل الرو، طيب ليش ما مشيت؟ كان لازم تمشي. mp dot delete بتحط هو return value، هذا غلط شائع. يلا بسيطة. فإذا مرة تانية أنا بدي أكررها هاي، هلا إذا بتعطيها ليست هون تعال نعملها عم نتابعها، ما بيأثر حعملها هي ذاتها مرتين. أوكي، وبعد مرة بدي أشوف شو بتعطيني بعد مرة، صارت empty array. هلا إذا بقول له print e dot shape 0 4، شغلة مهضومة. بكل الأحوال بدي أجرب شغلي، إذا قلنا له اي دوت
our e equal numpy dot append. والأبند يكون ل array مثل أو ل list بالأحرى. بس هي الليست بدي اعملها دايمنشن مش 04، يعني هي الدايمنشن حيكون 14 لانه بالنهايه هذا شيء انا بدي اعبيه. فهيدا نجرب. هلا اذا بدنا نجرب نزيد، هل هو انا بشك انه يزبط، لانه لازم اذا لازم بدك تفوتها كان عندها نفس الدايمنشن تاعها. مثلا هون mp dot append عادة لا تزبط. ف x.reshape ف عم يكون array ف list بعتقد ما بيمشي الحال. بدنا نشوف، لا والله بيقبلها، بس هو يمكن internally بيحولها لشيء array على الأرجح، لأنه هيدي مثل ما هي list of list، بس أنا بيقبلها list وبيقبلها array على ما يبدو. فإذا قلنا هون واحد واحد خمسة ستة ما حيقبل لأنه missing one required position of values اللي هي الأكسس أرضو. أنا بدي زيد بالرو values. بدنا نشوف لا هي هيدي التانية اللي بدي زيدها، من الأولى بدها تكون هي ذاتها. فحطها بالإي والله أخذها، معناتها بس هيدا الإي أخده ك لولا الري مش الحال. طيب هل كان فينا من البداية نعمل هالشغلة؟ يعني مثلا لأنه أنا كان بدي أعمل append وما كانت عم تزبط من البداية، بس هلا بعدين زبطت. يعني إذا واحد في يعمل empty مثلا، يعمل وحدة empty مشان ما يعمل ثلاثة أربعة، يعمل وحدة أربعة one four. إذا من البداية بتقول له empty zero four مثلا، هذا اللي بيسوى نجربه. هلا تعال نغير الحرف نعمله e one empty مثلا zero four. طيب مثلا لو print e1 او e1.shape كمان 04 تبع. طيب اذا كان هيك، فاذا بنقله e1.append طبعا بنقله e1 equal او print numpy dot append numpy dot append one. تعال نزيد له كمان واحد 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 ثمانية تسعة، أو بدي زيده على الأكسس لازم نحدده أفتكر. So unexpected end of أي مزبوط صح. تعال تمام، شو بدنا بعد احلى من هيك. فاذا حلت مشكلتي. كنت عم جرب انا شي غلط قبل، كنت عم جرب شي مثل ما بعرف شو كنت عم جرب، كنت عم جرب ما مش عارف وين. على كل الاحوال هيك بنزيد، فين نستعمل الامتي شغلة مهضومة كتير. ما هي زيرو يعني نحن محضرينه على يكون 2 دايمنشن، بس انه ما معبيين شيء بس مجهزين الشكل. وضروري يتجهز الشكل، يعني ما بيقبلها غير هيك. يعني هون اذا بقول له على اذا بقول له زيد وحده خامسه مثلا، بيقول لي مش مزبوطين. all the input of the concatenated
but along dimension 1 0 4 has size 4. Long dimension 1 the array at index 0 اللي هي ال E1 عندها 4 بالضبط. dimension 1 يعني تاني dimension قصده يمكن هيدا dimension 0 هيدا dimension 1 عنده 4 و the array at index 1 عم بيحكي هو بالنسبة لهيدي الكونكات اللي هي ال values يعني has in the size 5 اوكي بزيادة هالقد. هذا الشيء كتير مفيد اللي أنا عملناه هلأ.